معايا هنا 3 كوباية من الزبدة طالعة من التلاجة بدرجة حرارة التلاجة، هخفقها شوية بالمضرب الكهربائي. دلوقتي هزود عليها 1/4 كوباية من الزيت وهرجع اخفق كمان شوية. دلوقتي خفقت الزبدة مع الزيت لحد ما القوام بقى كريمي نوعا ما بالشكل ده. هنزل بنص كوباية سكر بودرة، هقلب الاول عشان السكر ما يطيرش، لو خفقته على طول بالمضرب الكهربائي هيطير ويبهدل الدنيا، فانا هقلب كده وارجع اخفقهم تاني مع بعض. دلوقتي بقى القوام كريمي زي ما احنا شايفين كده. دلوقتي الزبدة طالعة من التلاجة بدرجة حرارة التلاجة، ولكن البيضة اللي هنحطها دلوقتي دي ضروري جدا تكون بدرجة حرارة المطبخ، وطبعا نص معلقة صغيرة من الفانيليا، وكمان مقدار معلقتين كبار او 1/4 كوباية من الحليب المكثف المحلى بالشكل ده كده. وهخفق بقى كل المكونات دي مع بعض بالسباتيولا، بمضرب يدوي، بالمضرب الكهربائي، اي حاجة عادي جدا. دلوقتي بقى هننزل ب2.5 كوباية من الدقيق، عليهم رشة من الملح، نص معلقة صغيرة من البيكنج بودر، نص معلقة صغيرة من البيكنج صودا. دلوقتي قلبت البيكنج صودا والبيكنج بودر مع الدقيق، وهخلط بقى كل المكونات دي كويس جدا مع بعض لحد ما تكون معايا عجينة متماسكة. دلوقتي العجينة معايا بالشكل ده كده، ممكن تتلم ولكن لا مش عايزاها بالقوام ده. فمعايا هنا 2 معلقة من الحليب السايل، هلم بيهم العجينة لحد ما تتكون معايا عجينة متماسكة. دلوقتي العجينة بقت متماسكة معايا بالشكل ده كده، يعني ده القوام اللي احنا عايزينه. هما 2 معلقة بس من الحليب اللي انا حطيتهم، ما نكترش، ممكن نحط معلقة معلقة. دلوقتي بقى هنقسم العجينة نصين. دلوقتي نص العجينة هزود لها 2 معلقة كبيرة من الكاكاو الخام، لازم يكون نوع كويس لان العجينة حقيقي ريحتها حلوة جدا من الحليب المكثف، فمش عايزة اضيع طعم البسكوت بتاعي بالكاكاو، لازم يكون نوع حلو عشان يكون طعم البسكوت اللي بالكاكاو حلو. دلوقتي ممكن بقى نزود 2 معلقة من الحليب بس كده، وهلم العجينة ما خليش فيه اي كاكاو باين، هدخله كله في عجينة الفانيليا او عجينة الحليب المكثف. دلوقتي العجينة بتاعت البسكوت اللي بالكاكاو بقت جاهزة معانا. لو الجو حر قوي هنحطها في التلاجة مثلا 1/4 ساعة او الفريزر 5 دقايق، لكن لو الجو حلو هنشتغل فيها على طول. دلوقتي بقى هفرد البسكوت بتاعي، هحط عليه في تلاجة عشان يبقى سهل الفرد بالنسبة لي، وكمان هفرد بالمردانة بتاعتي. دلوقتي هنقطع بقى البسكوت بتاعنا بأي قطعات موجودة عندنا. انا اقطع بالقطعات دي اي شكل متوفر. دلوقتي بقى بخلة سنان او اي حاجة هعمل بس ثقوب كده، حلو ثقوب دي اي شكل بس اديني شكل عشوائي. دلوقتي بعد ما خرمت البسكوت بتاعي، عايزين تسيبوا الحجم زي ما هو مفيش مشكله، انا بصراحه عايزاه يعني مستطيل مش مربع ورفيع شويه، فهقسم كل مربع عندي 2. دلوقتي بقى هحاول اشيل البسكوتات بتاعتي بس افصلهم عن بعض بالشكل ده كده. دلوقتي بقى هنحط البسكوت بتاعنا في الفرن على درجة حرارة 180 على الرف الاوسط او اعلى من الاوسط لفوق كمان درجة. دلوقتي بقى انا هعمل حجم اكبر من البسكوت اللي انا عملته، انا عملت الحجم ده وكمان قسمتها، هعمل الحجم الاكبر دي وكمان هقسمها. دلوقتي كمان هقسم البسكوت بتاعي، انا قصدي القطاعة المشرشرة عشان تديني نفس الشكل تقريبا. دلوقتي بسكوت الفانيليا الحجم الاكبر بقى جاهز معانا، هحطه هو كمان في الفرن على درجة الحرارة نفس درجة 180، بس هياخد 2 3 دقايق بس زيادة. الصغير اخد 1/4 ساعة،
وتحمر من فوق ومن تحت وبقى لونه حلو جدا. لو احنا الشوايه عندنا بتشتغل نشغلها دقيقه واحده بس، لو الوش ما اخدش لون معايا. دلوقتي نشتغل في العجينه اللي بالكاكاو. وبكده البسكوت بعد ما طلع من الفرن اخد تقريبا ربع ساعه في الفرن، درجه تسويه حلوه جدا وكمان مقرمش وطعمه حلو جدا جدا. هكمل تسويه باقي البسكوت اللي معايا. وبكده اكون خلصت كل كميه البسكوت اللي معايا. كده البسكوت بتاعنا بقى جاهز معانا، شكله وريحته تحفه جدا، درجه تسويه حلوه جدا. اللي عايز يخليه افتح من كده مفيش اي مشكله، بس انا بحب نوعا ما يكون مكرمل شويه اي بسكوت بيكون عندي. وكمان طعم الحليب المكثف المحلى بجد مديله طعم وريحه يجننه، وكله مقرمش وجميل جدا بالشكل اللي انتم شايفينه ده. يا رب وصفه النهارده تكون عجبتكم، واللي عجب الفيديو يا ريت يسيب لي رايه في الكومنت. والسلام عليكم ورحمه الله.